كمناضلين استقلاليين كاعضاء اللجنه التنفيذيه انا والاخت ياسمينه، وكنحضروا في المجلس الوطني اللي تينعقد خصيصا في طلب الذي ادلينا به لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي ديال المجلس الوطني، هذه الدوره لندافع على انفسنا ولنطلب باستئناف قرار لجنه التاديب وبالغاء ان شاء الله هذا القرار ديال اللجنه ديال التاديب اللي اعتبرناه يعني مجحف في حقنا، لاننا تصرفنا كاعضاء قياديين ديال حزب الاستقلال ودفعنا على حزب الاستقلال على ثوابته على سمعته على حضوره السياسي ضد بعض التصريحات التي اعتبرناها يعني تسيء هي على يعني سمعة الحزب. قانون ديال حزب الاستقلال تيقول على انه الإحالة على لجنة التأديب خصها تجي من قيادة الحزب، اي من الأمين العام او من اللجنة التنفيذية، ولا يجب ان يقحم المجلس الوطني في إحالة ملف على لجنة ديال التأديب، في حين انه هذا نعتبره خطأ الذي قامت به القيادة بإقحام هذا الموضوع داخل اشغال المجلس الوطني السابق، لانه المجلس الوطني هو الهيئة التي نستأنف امامها هذا القرار، فبالتالي يجب ان تبقى محايدة تجاه قرارات القيادة. لا، نحن نتقدم في هذا الموضوع يعني خطوة بخطوة. اليوم الموضوع ليس مرتبط ب يعني أي شيء آخر غير وحدة الحزب وغير مواقف حزب الاستقلال وغير أن نلم ونجمع شمل هذا الحزب، وأظن أن جمع المجلس الوطني سيكون إن شاء الله نتمنى ذلك أحسن مناسبة لجمع شمل الحزب، ولننطلق إن شاء الله مجتمعين في المؤتمر المقبل.